بإمكانكما التدخل، ما من هم أفضل ثنائي الآن في محور دفاع الفريق الوطني اللذين سيعتمد عليهما رايبات؟ تفضل مهدي. انا نظن يقدر يلعب كالدمورو لو كان استدعى بن سبيني يلعب، ما يستدعاش يلعب هذا مجاني و... مجاني وكالدمورو هادو هم مجاني كذا عناصر الخبره. مجر مع سرباح، شوف انا متفق مع مهدي متفق، ولكن احنا عمرنا ما عشنا استقرار في وسط الدفاع، هذه مشكلة. هذا المشكل، لأن منذ سنوات وسنوات حتى لما كان سعدان على رأس المنتخب الوطني الجزائري كنا نشوفوا الاختيارات، يعني دائما نشوفوا بوغرا ونشوفوا مجاني وبعد يجي لاعب آخر كادامورو وبعد كادامورو يجي لاعب، ما فيش استقرار في الوسط، هذا هو. ولكن أنت عارف محمد، الدفاع الوسط يعني الكثير في فريق أو صح. في منتخب، لهذا ما نتمناش يكونوا تغييرات كثيرة. احنا واش نحبوا؟ الفريق كله يكون الاستقرار والاستمرار، وما نغيرش اللاعبين، ممكن نغير اثنين ثلاث لاعبين، ولكن نبقى بالاساسيين دي كادر، لانه هم يلعبوا دور كبير وعندهم خبره كبيره في الجزائر وخارج الجزائر. لهذا الان المدرب هذا جديد يقول لك ما راح يغير اي شيء، هذا المدرب هل مجاني وكادامورو قادران على تامين دفاع المنتخب الوطني ام يجب ان نؤمنهما هما الاخران بمدافع يلعب لا قادر يا محمد قادر الاثنين لاعبين مميزين بدون ان نضع وسط ميدان ارتكاز لمساعدتهما. لا حتى عندك لاعبين في الوسط، عندك لاعبين كثير في الوسط، عندك اسمه غديورا، عندك طايدر، عندك فيه لاعبين كثير ممكن يلعبوا في وسط. والجزائر محمد حاليا بالقوه وقوه المنتخب الوطني الجزائري تاعنا حاليا مش محتاجة كثير من لاعبين الارتكاز، ما عندكش، لان الفريق خلاص الى حط البطاقه تاعو خلاص، محتاجين الى اللاعبين اللي قادرين يغيروا مسير المباراه ومسير منتخبنا في المباريات القادمه ان شاء الله. لهذا المشكل مش انا محمد، المشكل ان اللاعبين المحليين ما ينجموش يلعبوا للاسف، هذا هو مع هذا المدرب او مدرب اخر. خوالد ليس حلا، لا تتوقع لا ما لا ما فيش شوف الحلول موجوده، ولكن هذا المدرب جاء وعرف واش راح يعمل، يعني نفس السياسة وخلاص هذا الكلام. تفضل.